برجك يقول كل برج له مفاتيح الخاصة. عاد أنت منو البرج اللي بحياتك اللي يعز عليك ودك بس تصيد أرقامه السرية تشك 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 تبطل مفاتيحه؟ أنا أحب صدق شنو؟ أحب أعرف مفاتيح البشر وألعب على هالوتر. إيه ترى وناسة. إيه. تحسين تقدرين تتحكمين بالشخصية قدامك. إيه تحسين كأنه خيوط وروح يمين وروح يسار. أنا أعرف لك أعرف لك. على هالطاري خلينا نقسم مفاتيح. تفضلي أخذي مفاتيحك وأعطيني مفاتيحي وخلينا نشوف. يلا ببلش مع البرج اللي قاعد نحاول نحبه. أو أنا أحبه مو كل الناس ما شغل أنا قاعد أحاول إني أحبه كثر ما أقدر. برج الحمل يقول لك ما له خلق يسمع ترى تفاصيل وايد حالاتك تختصر معاه الحكي كثر ما تقدر لأنه هو يعني يحب يسمع المختصر لكن هو يحب يسولف وايد. أوه مفتاحه سهل وبسيط. أما الثور فمفتاحه أيضا بسيط جدا ولازم تنتبه وتركز عليه. برج الثور ما ينسى ما ينسى ما ينسى خاصة إذا كان كلام جارح فدائما انتبه بكلامك وياه. خليك دقيق خليك وايد على قولتهم لطيف معه لأن في حالة أنك غلطت عليه بكلمة واحدة انتهى أمرك. وعيل تعال حق البرج اللي لا يحوشك يعني مو بس ما أبي أقول إنه هو دعلة لا حرام هو مو دعلة الجوزاء صدق ما ينفهم يعني زعله من وناسته من صجه من كذبه بس بالنهاية إذا تتعرف مفتاح الجوزاء فلازم تعطيه فل أتنشن وتناقشه وتحاوره تسمع كلامه وتعطيه أكشنات طول ما قاعد يسولف. احلف قول والله لا تقول صدق لا 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 لا, لا. سوي له السوالف هذه كلها أضمن أن أنت حطيته بمخباتك. الله برج السرطان تبي تكسبه خلك مع اهتماماته يحب اللي يهتم بنفس تفاصيله عنده الانسجام أي شيء يحبه سولف وياه. أنا أحب الكرة أنا أحب الكرة أنا أحب هالفريق صدق الفريق هذا أنا اللي أشجعه. أنت كذي كسبت هذا البرج للأبد. الله يعين من بحياته برج الأسد ياهو يموت على تنشن ملك الغابة معروف يحب يقعد مثل الملك وحوالينا البشر ما غير يقولون له يا زينك ويا حلوك وش الكشخة ويا هي هي ويا حالات قعدتك ويا حالات لبسك وشكلك يعني من الآخر تبي تكسب الأسد بس طيح لتمدح فيه طول الليل والنهار. برج العذراء لا تحاول تقول السالفة سطحية أو كذي خالية لازم تهتم بالتفاصيل لأنه يدقق بشكل ما تتخيله فأي شيء تبي تقوله عشان تكسبه خلك مو بالديتيلز إلا الديتيلز الديتيلز التفاصيل الأصغر أصغر أصغر تفصيلة ممكن تكون بكذي كسبت هذا البرج. عيل تخيل ان الميزان ويه ويه دربه صعب ومفتاحه ماكو اصعب منه لان عشان انت تعرف مفتاحه لازم تكون من الناس اللي يثق فيهم ثقه عمياء يعني عشان تكسب ثقته وتكون انت بير اسراره ذيك الساعة ممكن يكون المفتاح قلبه وعقله بيدك. عقرب يا عقرب جدا جدا بسيط كل عليك بس انك لا تلف وتدور وياه يحب الواحد يكون صريح لأن في حالة إذا درى أنك أنت قاعد تلف وتدور أضمن لك ألف مبروك أنت صرت بالقائمة السوداء. تبي تكسبه خليك دائما صريح وياه. زين هو وين الصراحة؟ لا بلا هم صريحين جدا هم صريحين ما شفت التأشير ما شفت التأشير صح؟ التأشير ما شفته الزف الله يسلمك اليوم الصبح. أما برج القوس فيا زينة ويا حلاثة من المفتاح يقول لك خليك خفطينة وغشمرتي وسوالفك خفيفة وحلوة ولطيفة كذي تكون أنت صديق الصدوق ويحطك على يمنا وتكون أنت أول شخص يفكر فيه أول ما يقعد وآخر شخص يفكر فيه قبل لا ينام. أهم شيء أهم شيء وخر عن الدراما لأنه هو كلش مو دراما كوين. برج الجدي صح برج الجدي صح قول قول غرد اسمع رأيه ووافقه لأن بكل الأحوال راح يسوي اللي يبي يعني لو شنو تبي هاي فايف فازر صح 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 صح, 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 صح مستحيل مستحيلين سبحان الله كيفنا احنا رايحين للتهلكة خلني أروح كيفنا لا تردني عادي شو المشكلة العاد الدلو مفتاح يقول لك إنه هو معاك ups and downs يعني يحب يعيش بتقلبات المزاجية يعني المود سوينجز عنده عالية لا تحاسب عليهم أحسن شيء إنك تسويه وتضمن نفسك ويعطيك المفتاح حبيدة لك انك انت تعيش معاها المود سوينجز والتقلبات المزاجية وراح تصيرون اصدق الاصدقاء. حوت يا حوت انت وايد حساس وعاطفي فالناس عشان تكسبك لازم تعاملهم او تعاملون برج الحوت بنفس الطريقة بكل ود ومحبة كذي تكسب الحوت. يا سلام ترى حلوة المفاتيح انا اليوم اقتنعت حتى بمفاتيحنا.
اي مفاتيحنا صجيه اليوم. صجية. عشان كذي احنا نعرف نتعامل مع بعض ولا حد فينا يعلق على قرارات الثاني ابد. نروح اي صح سبورتيف اسوي اللي اسوي. اي والله نستاهل. فهذه كانت ابرادنا لهذا اليوم، كل واحد ومفتاحه. عاد في ناس يكون عندها وايد مفاتيح ترى، المفتاح ولا هالمفتاح، مفتاح الطولة، مفتاح الصغرى، مفتاح شيء على حسب. المفتاح الجديد عرفتي التكنولوجي؟ ايوه المسيايير. زين دخلت البطارية ولا علق؟ بعد مالك الا دوري مفتاح ثاني. ارد على المفاتيح اول بالضبط الحديد.